زين الله يبارك وزين. ما شاء الله، اللهم صل على محمد. هون بهذا المتجر الكبير بديربون هايتس بالمنطقة المكتظة سكانيا، وناس كتير عم يجوا من خارج هذه المدينة كمان على أسواق البلد ايفر فريش ماركت. طيب البيك سيل اللي عاملينه هون هو لفترة أيام محدودة، عم نشوف تهافت للناس من كل المناطق على هذا المحل، طبعا قبل شهر رمضان المبارك. هلأ رح نبلش جولتنا ورح نلتقي بعض الناس يلي رح يعطوا آرائهم بموضوع الأسعار، خصوصا أنه موضوع الأسعار هو صار شيء يعني موضوع شاغل الناس بالتحديد. يعني الناس صارت عم تلحق وين في رخص، وين في بعض الأمور اللي في عليها سيل عالي، وكمان عم تلحق. ولطالما اشتهر هذا المحل أو هذا المتجر بالسيلات يلي بيعملها كل أسبوع أو كل أسبوعين تقريبا. والأسعار مقبولة ومطلوبة، يعني هذا اللي بتمشي اللي بنعيش فيها احنا العرب، للعائلة يجي هون احلى. واسعار حلوة ومقابلة حلوة مع العالم واخلاق حلوة هني والموظفين. هلا هون الاسعار منيحة، عاملين سيل يعني، بس بالاجمال اسعار كتير طالعة الحمد لله. نحن every year we do a sale at the beginning of Ramadan before Ramadan starts. People come and get the essentials they need for the entire month. As you can see, specific items that كتير العالم بيستعملوها during Ramadan they're on sale. الأسعار كتير منيحة والحمد لله. A lot of people came. We have 4 registers open وما عم نلح الحمد لله. There are gonna be more sales. Each sale with different items people are gonna need for Ramadan. كل الشغلات اللي بدهن اياهم during Ramadan it's gonna be on sale. شهر رمضان الله يعيده على جميع حلو، يعني اذا ما كان في سيل العالم ما بتقدر تكفي بصراحه. جايين من وز دربن لهون، وهلا عرفنا انه حاطط عالسبشل. عالم كثير عم تجي، يعني اسعاره احلى من غيره. شيل واحد هيك. هذا من المصلخ، هذا من المصلخ دغري ذبح لهلا عندنا طازه 100%. بس بكون قبل شهر رمضان بجمعه وشوي، وان شاء الله بشهر رمضان كمان بتضلنا مكمله مثل هلا. برا العجقة ما شاء الله، يعني مش قادرين نلحق على العالم، الحمد لله رب العالمين. هيدي نعمة سوق اللحوم مش كتير مأثر بالغلا ولا شيء، الناس الحمد لله بتمنى شايف عم تاكل تمام. لحمة مارجون بتجنن، ستيك مشوي. هلا اجى دار شو اللحم عجين. احلى من الركوي على منق العرب. والله يعني انا حدا قال لي الصبح انه كان اللاينات لبرا، قلت اوكي خليني اجي وشوف، بس الظاهر ايه عم بيحك لين الهم كيف بدي اوقف باللاين. من عم بيحسوا بالجالي بصراحه، ما فيهم يغلوا كل شيء. رمضان طقوس رمضان ربنا يسهل. سعر هون تمام، على سعر يعني تمام، جينا من هم تمام لهون. بشكل عام هي بيرتفع يعني، بس هون عندهم بشكل عام اسعارهم مناسبه يعني. قالوا لنا انه في سيل هون،
وجينا نتبضع من هون لشهر رمضان. بيقولوا انه عادة بدنا نضوي على الجانب المشرق بالمتجر او بالمؤسسة او المحل، هون للصراحة كل الجوانب مشرقة، يعني هذا شيء مبشر وكتير منيح. عم نشوف الناس هلأ بكل الستور عم تتبضع بال، يعني عم بيعبوا السلال، عم بيعبوا العربيات، وهذا شيء بالفعل الناس عم تنطره من اسبوع لاسبوع كرمال يصير. الله يقويهم فعلا لمسات حلوه اللي بتحاكي كل المجتمعات العربيه اللي هن عم يكونوا موجودين هون بقلب ايفر فريش ماركت اللي هو اسواق البلد.